طليقة محمد الترك تهاجم دنيا بطمة وتشكر الدكتور خلود لتسديدها أقساط مدرسة ابنها. أثارت منى الصابر طليقة المنتج البحريني محمد الترك ووالدة الفنان البحريني حالة الترك جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللايف المباشر الذي بثته يومه الاثنين عبر حسابها على تطبيق الانستغرام. وهاجمت منى الصابر خلال هذا الفيديو الفنانة دنيا بطمة زوجة طليقها محمد الترك وذلك دون أن تقدم على تسميتها، كما وصفتها بالحقودة والغيورة قائلة: ما كفاها أنه هي دمرت عيلة وخربت بيت وقعدت وخدت الأول والتالي وإنسانة حقودة وغيورة. شوفوا أنا بحياتي ما تكلمت في هذا الموضوع بحياتي، وأنا كنت أنصحها وأقولها ديري بالك على شغلك، لا تتدخلي في أمور ما تخصك، اهتمي في نفسك، اهتمي في مستقبلك. ما كانت ترد علي، شوفوا مع انه قديش ضرتني، ما كانت تهتم وترد علي مع انه هي ضرتي، يعني هي خربت بيتي. وتابعت قائلة: انا بافهم شنو سبب هالحقد هذا. طبعا بني ادم لما يكون قلبه اسود ما يشوف، ما بيشوف قدام ولا بيشوف الاشياء الايجابية في حياته. الانسان ترى تجي فرص اذا ما يكسبها وما ياخذها وياخذها في عين الاعتبار بتطير من ايده. انا طالبت في اولادي لانه مريت في فتره انا ما كنت اشوف اولادي، ما كنت اشوف اولادي، ما كنت انا اقدر اشوفهم الا في موافقه البني ادمه هاي المريضه. اضافت: انا انسانه متسامحه مع نفسي ومع الاخرين، وكفايه بقى مشاكل وكل شوي يجرجرون بنتي على المحاكم، يعني انتم عايزين اتنازل عن حضانه اولادي؟ ما في ام بتتنازل عن حضانه اولادها لا بالفطره ولا بالغصب. كما ردت طليقه المنتجه البحرينيه على متهميها بحب المال وبانه اهم من اولادها، مبرزه انها لا زالت تطالب بحقوق النفقه لكي تتمكن من تغطيه مصاريف طفلها الصغيره. وقالت منى الصابر: أنا بدي فلوس، طب والمتأخرات حق النفقة والإيجارات المتأخرة مين يدفعها مثلا؟ الولد اللي في عهدتي هالحين ومصاريف مدرسته. وتوجهت عبر الفيديو المباشر ذاته بشكرها للدكتورة خلود لكونها هي من تكفلت بمصاريف المدرسة الخاصة بابنها محمد لهذا العام، متسائلة عما سيحل به العام المقبل، قائلة: الحين دفعت الدكتورة خلود وبعدين السنة الجاية مين هيدفع للولد؟ أنا قاعدة أشتغل على حالي وأبي أسوي إعلانات وأشتغل، بس أنتم شايفين وضع الكورونا. وقد تعرض زوج الفنانة دنيا بطمة لانتقاد واسع من قبل المعلقين على هذا الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، متسائلين كيف يقبل على نفسه وهو على قيد الحياة أن تدفع الدكتورة خلود أقساط مدرسة ابنها. ومن أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الإطار: والله ما الرعب، أبو الولد موجود وعنده خير والناس تدفع عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وين كرامتك وعزت نفسك؟ يحللها زين، هو بعد ولد، ليش كل هذا التعذيب والأنانية؟ وين أبوها؟ ليش ما يدفع؟ الأب ما فيه كرامة، كيف يبي ولده يحترمه؟